بس انا شايفه ان في الفتره دي في نوب كبير جدا جدا في شخصيه حضرتك. يعني احنا من التوب فان, لا احنا كده اصلا احنا من التوب فان اصلا ليكي من, يعني مش هنقول من زمن زمان عشان ما نكبركيش, بس هو احنا بنحبك جدا. فبس في نضج جدا في التعامل, في طريقه الكلام. حتى السنه دي شفنا لحضرتك ان عملتي كومنت حتى عند البوست بتاع احمد سامي, واللي هو انت عمل حلو فعملتي وفدعتي له وعملتي كومنت, فاللي هو بتنحي الخلافات جانبا وتقولي وتبدي رايك حتى ده في الشغل وفي صميم الشغل. يعني عايز اقول لحضرتك انه بسبب الكومنت ده الناس افتكرت انه خلاص كده الخلافات بينكم راحت. لا, هو الخلافات بيننا راحت من زمان, انا وهو مش نظام بقى اللي هو ما تلاقيه هو جاي وانا ماشيه فما نسلمش على بعض, لا 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 خالص. لا نسلم على بعض وهو ازيك لا لا, الحاجات دي يا جماعه بتاعتنا. انت واحد, بصي انا مش عايزه اسبق, يعني ايه, ما بحبش اسبق الامور. انا بتكلم في شيء معين, ده بوست نزل وفي كلام ربنا انا لازم ارد اعجابك بعمل, ارد زي هنا وهنا وهنا وهنا. ومش حاسه برضه في يوم من الايام اني انا اكلت عيش وملح مع الراجل ده ونجحتوا جدا مع بعض بالظبط. ويعني حتى لو هو غصب عنه عنده ضغينه لسه جواه من ناحيتي, انا صراحه بجد بجد اقسم بالله ان انا ما عندي اي ضغينه جواه للمحمد خالص. لان ساعات بقول يا جماعة ساعة الموقف الشيطان بيقف, وزي الشيطان وقف معاه أكيد برضو وقف معاه, أكيد وقف مع ناس تانية. اللي احنا متعلمه من الدنيا ان كل ما تكبري وتبص على اللي حصل ده, لا ده غلط, ما كانش يحصل, أنا كنت ممكن أبقى أسأل كمان كده بكتير وأعمل كذا, أنا كنت ممكن مش عارفة إيه وأعمل كذا. فلازم ألاقي له هو كمان المبرر علشان أقدر أصلحه من جوايا. فهو البني آدم في مرحلة السنية الشيطان بيفرق, وانتي صغيرة الشيطان بيبقى صغنن كده ومعاكي كده, ولما بتهدي كده وترسي بيبقى معاكي برضو الشيطان, بس على الأقل يعني هدي شوية